لكن لا على طول مايكل سكيبا أخرج نواف الفرشان وأحضر على طول اللاعب أحضر اللاعب طبعا اللي هو محمد الشريمي. بداية شوط ثاني لمصلحة النصر في وسط الملعب عند عبدالله الخيبري. عند عبدالله الخيبري سننتظر شوط ثاني أمتع، سننتظر شوط ثاني أحلى من الفريقين، أحلى من بي تي ورفاقة. هذه البداية نصراوية عن طريق خالد الغنام، البداية نصراوية من أمام العين، وعينك تشوف لقطة خالد وتمريرة بيتي. يا عيني يا بيتي لإعادة الأفراح للبيت النصراوي. شوف بيتي واللعبة، شوف بيتي والنقلة، شوف الاستلام، شوف النهاية. النهاية نصراوية سعيدة، نصراوية سعيدة من بداية الشوط الثاني. احتجاج كبير من العينوية على لقطة خالد وأنها تسلل، لكن هدف أول نصراوي بقدم خالد اليمنى. يا سلام يا نصراوي، هدف أول منذ بداية شوط المباراة الثاني، لم يتأخر كثيرا. الأرض تتصدى كما تصدى القائم لكرة مرابط في الشوط الأول، العارضة تتصدى أيضا هالمرة لكرة بيتي. يا لها من كرة يا بيتي، يا لها من كرة. لا لازالت للنصر، لازالت للنصر. خالد إلى بيتي، يا الله، شيء من النصر يعود، شيء من النصر يعود. الله يا نصراوي، الله يا نصراوي. بيتي لإعادة الأفراح للبيت النصراوي، بيتي لإعادة الابتسامة والبهجة لبيت النصر، لبيت النصر. سواها بيتي بعد كرة خالد. الثنائي الأفضل اليوم يتعازمون على تسجيل أهداف النصر، يساندون بعض لرسم البهجة لعشاق النصر. إنها ليلة النصر أيها السيدات والسادة، ليلة النصر، لحظات النصر، أفراح النصر، كلها تأتي الآن بأقدام بيتي مارتينيز ليسجل ثاني الأهداف النصراوية وليضع النصر قدما في الثلاث نقاط، وليضع النصر قدما في فوز بلا شك بأنه مهم وثمين جدا. يوصل النصر إلى النقطة الرابعة عشر، يوصل النصر إلى النقطة الرابعة عشر وإلى حالة الفوز الرابعة في الدوري هذا الموسم. يا سلام، والآن انطلاقة، انطلاقة باتجاه رائد، البديل يتقدم بمر وبسدد، والكرة موجودة، وسامي. يا الله يا الله يا الله، سواها النصر في دقيقة النصر، في دقيقة النصر. أتى النصر ليكتب النصر لنفسه اليوم، ليكتب النصر لنفسه اليوم. سواها سامي وعاشت الأسامي يا نصر، سواها سامي وعاشت الأسامي يا نصر. النجعي وضعها في المرمى ليسجل النصر ثالث أهدافه، يضرب بالثلاثة من أجل النقاط الثلاثة في يوم يتجاوز فيه حالة الفوز الثالثة في الدوري. يا سلام يا رائد، الكرة المصوبة، سامي هرب، سامي وضعها، يا أنيق، يا متألق، يا جميل. الله يا سامي، الله يا سامي. عاشت الأسامي يا نصر، عاشت الأسامي يا نصر. في دقيقة واحدة ينهي النصر على كل شيء، يخلص النصر على المباراة، ينهي معها مسألة النقاط الثلاث. أي فوز كبير يا الله. كم عاشق نصراوي انتظر الفوز بهذا الشكل، بهذه النتيجة.